يا ابراهيم، سلام عليكم. ان شاء الله. ازيك يا حاج محمد؟ يا ابراهيم، ازي حالك؟ ايوه انا معاك. ازيك يا السلام عم عليكم. ابراهيم، عامل ايه، اخبارك ايه؟ الله يخليك. الله انت يكرمك. عندك كم سنه يا عم والدتي ابراهيم صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام؟ عندك كم سنه بس؟ انا عندي 68 سنه. 68. اسم النبي كامل ايه يا عم ابراهيم؟ ابراهيم محمد محمد لا لا، دناوي. اسم النبي مش اسمك انت، اسم النبي سيدنا كامل. محمد عليه الصلاه والسلام. ايوه بكمل بقى، محمد ابن مين؟ عليه الصلاه والسلام. دلوقتي انا عندي اشكال. ايوه بس محمد ابن مين يا عم ابراهيم؟ انا من البدرشين. انا ما بقولكش انت، انا بقول لك ها؟ محمد ابن مين سيدنا النبي اسمه ايه بالكامل؟ مش انت قلت لي اسمك كامل صح؟ اسم سيدنا محمد. اه كامل. سيدنا محمد معلش بقى، انا ما بعرفش على سيدنا محمد طيب ما تعرفش الا سيدنا معلش. محمد. ماشي يا عم ابراهيم، قول مشكلتك يا عم ابراهيم. اشكال يا سيدي، انا كنت واخد بيت ابويا وكان عليه اشكال طيب، بعد سليم ما مات قوي. ابوك ولا في حياته؟ لا بعد ما موت ابويا وكل حاجه وكل واحد ايه طيب ورثنا ماشي. سليم قوي. فالاشكال اللي اختي خدت العداد، طيب فانا ده عملت ممارسه. طيب فانا بقول لها محمد مرات اللي هي مراتي يعني جايبه مع ابنها، وابنها عمال يغلط فيا في الشارع ويعني يد الشارع كله. قلت معلش. لها يا ابني انت ساكن بره ب 1500 جنيه، ما تدفع الممارسه 300 400 جنيه. غلطان مش غلطان؟ لقيت ماسكني في قلب الشارع وبهدله واخر قله ادب ده وكل ابن حاجه. مين؟ ده ابن مراتك ولا ابني ابن انا. اختك وابنك انت؟ بصيت لقيتها راحت واخده بعضها وطلعت فوق. ده زوجتك. سليم ما قطعاني، قلت لا بالسلامه انا بكلمك الصراحه. ايه اخوها ربنا يشفيه ويشفي كل مريض. يا رب. اخوها رحت له مره واثنين وثلاثه. اخر ما رحت ابن عمي راح متصل بابن عمها، ورحت لابن عمها برضه مفيش فايده يا عم الحاج. المهم بصيت لقيت يا عم الحاج بهدله واخر قله ادب في الشارع. قلت لهم طيب دلوقتي انا هكتب البيت باسم البنات. قالت لي طب وانا؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده. قالت لي، قلت لها وانت التانيه معاهم؟ راحت مديانه صوره البطاقه اصورها لها. ولادي قالوا لي لا حرام عليك يا بابا. طيب حرام عليك يا بابا. طيب ده مين ده؟ ولاد البنات، انا طيب بكلمك الصراحه. طيب يا عم المهم بصيت خدت بعضيه الاقي قله الادب برضه معايا. رحت الشغل مرات ابنها بتقول كلام مش هو، طيب وهي نازله وهي طالعه جابت لي مؤاخذه لحمه جابت لي مش عارف، وهي مش موجوده. طيب هي في الشغل هي الثانيه. بصيت لقيتها يا حاج محمد، خلي بالك لقيتها بتعملي ازاي؟ انا رافض احترامي ليه، هو قاعد تحت احنا قاعدين فوق مبسوطين وهو قاعد ايه يهري تحت. الكلمه دي غلط ولا لا؟ رحت جايب المصحف قدام محماها قدام نساء قدام زمايلتها وحلفت قلت لها حصل كذا كذا وبامرت. ما انت رحتي نادي الجزيره، انا كنت عارف هي راحت نادي الجزيره لما قالت مرات السؤال ابنها. بتاعك يا عم انا بقول ابراهيم، لسيادتك السؤال مراتي قاعده فوق. سليم السؤال انا هكتب البيت معلش بعد اذن سيادتك اتفضل. ها للايتام حد عندي حاجه؟ ما انا هقول لك ليه معلش. عندك. انت دلوقتي عايز، انت فهمت سؤالك ان انت عايز تكتب البيت للبنات بس، ايوه حصل لا بان ابني زوجتك بيزهدني في لا الشارع. زوجتك ولا ابنك صح؟ لا طيب زوجتي كنت هكتب لها طيب لما لقيتها وقفت معاه. طيب يا عم ابراهيم، ايوه ما عمل حاجه. هو يعني حضرتك بس ربنا يديك العمر والصحة، أنا يعني عذرك وعارف، بس أنت عبد ولا رب؟ نعم. أنت عبد ولا رب؟ لا انا لا مؤاخذة عبد. عبد لو من أنت عباد عبد، الله. لو أنت عبد اسمع بقى إجابتي من اتفضل يا عم التلفزيون الحاج. بعد كده علشان ما أطولش على حضرتك. ماشي كده؟ طبعا إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن أولا لحال أمتنا العربية والإسلامية لمحزونون، إنا لله وإنا إليه راجعون. كل التقدير لعم إبراهيم، تراب حذاءه على راسي، لكن عار على أمة الإسلام لما الراجل عنده 68 سنة ويقول لي معرفش إلا سيدنا محمد بس. خلاص دي أول حاجة وركنها على جنب، لو إن دي لو قفلنا عليها البرنامج يبقى كفاية. الأمر الثاني، عار ثم عار على كل أم إن هي ما تتقيش ربنا وتاخد صف ولادها. ركزوا في الكلام ده. المصيبة إن الراجل يطلع المعاش الأم بتتفجع، فيحصل إيه؟ الراجل مقهور، فلوسه اللي جمعها بالقرش من اليمين والشمال وبالمحايلة على ده وبالتطبيل لده بالبلدي كده، بعدين تيجي الام تحكم عليه يدي لده ويدي لده ويدي لده، والراجل ما يلاقيش الا فلوس، فتلاقي الراجل ما يكملش 3 4 سنين بعد المعاش وايه ويموت، وما كانش فيه ما بياخدش حقنه ولا برشام. القصه باختصار تقهر على فلوسه.
انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان زوجة عم ابراهيم الست الفاضلة يا رب يكون سمعاني، كان الاولى ان هي تطيع زوجها مش تعصي زوجها. الراجل ما عصاش ربنا اذا كان صادق ان هو يقول لابنك ادفع 300-400 جنيه كهرباء، كتر خيره ان هو ما قعده ببلاش وهو ملوش وقعد عنده وملوش يجيب له شقة وملوش يصرف عليه خلاص. بل تمدى قلة الأدب والعقوق، العقوق ان الابن يتعدى على ابوه، ودي مصيبة من المصائب. ويا ابني يا رب كن سامعني يا اخويا يا حبيبي ارجع، لاني والله العظيم كلمة اف مع الضيع. ولما ربنا بيقول فلا تقل لهما اف، ده معنى كبير قوي، يعني اي شيء يؤذي الاب او الام بالقول او باللسان او حتى بامتعاض الوجه او حتى حاضر بس تقولها بقوة حرام. ويا ابني كل شيء، كل ذنب مؤجل حسابه للآخرة إلا العقوق فهو معجل في الدنيا قبل الآخرة. يا حبيبي إيمانك بالله لا يقبل إلا بطاعة والديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كلامي بقى لعم إبراهيم، أولا ما تكتبش حاجة لحد، لا بنات ولا صبيان، لأن أنت ما تضمنش بما تقول بك الدنيا. وكم من أناس كتبوا على حياتهم وندموا يا عم إبراهيم. سيب الأمر لله، يفعل الله ما يريد ويقسم الله كيفما يشاء ويعطي الأمر بعدك بعد أن يطيل الله عمرك أعواما وأعمال لمن يشاء. ولكن يا عم إبراهيم لو أنت متصل بي عشان تقول لي إن أنا هكتب للبنات بس، هقول لك حرام يا عم إبراهيم، هتبقى في النار يا عم إبراهيم. واحد يقول لي استنى يا شيخ انت بتعرفش تفتي ليه يا سيدي، يقول لك هو مش تصرف في حال حياته في ملكه فهو جائز، اقول له ايوه صح، بس ده عندك من الناحيه القانونيه والشرعيه، بس انت في نقطه عم ابراهيم هنا بيتكلم ان هو متعمد ان هو يحرم مراته ويحرم ابنه، يبقى هقول له فاشهد على ذلك غيري، زي ما قال للنبي للنعمان بن بشير فإني لا أشهد على جور أو على ظلم. يا عم إبراهيم، يا عم إبراهيم أنت عبد، فالعبد لا يغير نظام الميراث الذي وضعه الرب. نعم أنت في بلاء عظيم، أسأل الله أن يرفعه عنك، وأسأل الله أن يهدي ابنك، وأسأل الله أن يتلطف بك، وأسأل الله أن يهدي زوجتك التي كل لحظة بتبيت وزوجها غاضب عليها بحق، فهي في معصية الله وهي آثمة لأنها خالفت أمر ربها بطاعة زوجها في المعروف.